أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من بيت العيلة. بنستضيف أسرة جديدة، بنتعرف على أفرادها وبنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. نموذج للأسرة المصرية المتوسطة حينما ترتدي عباءة العلم والنجاح، هم ضيوفنا لهذه الحلقة. الأب هو الدكتور هاني مصطفى جماعة، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الدقهلية، والابن الحادي عشر لأسرة مكافحة من قرية سنجيد بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، شخصية برغم توجهها العلمي بحكم الدراسة حرصت على ممارسة العديد من الأنشطة الاجتماعية المختلفة ليصبح عضواً في مجلس إدارة أكثر من جمعية خيرية. وبسبب جديته ودأبه وحفظه للقرآن يتم اختياره الطالب المثالي على مستوى جامعات مصر في معسكر إعداد القادة عام 1999. أما الأم فهي الدكتورة نجوى الشحات الجهري، مدرس مساعد بجامعة المنصورة، وتقوم حاليا بالعمل على رسالة الدكتوراه الخاصة بها والتي تتوقع الانتهاء منها ومناقشتها قريبا. ولأنها من مواليد ذات القرية تتكون الأسرة عام 2005 لتبدأ بعدها رحلة النجاح الحقيقية، والتي تتوجها الأسرة بثلاثة زهور هم عمر وجودي وسلمى. أسرة اختارت طريق العلم ومنهج القيم لتصبح وبحق مثالاً للأسرة المصرية الناجحة حاضراً ومستقبلاً بإذن الله. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. بيسعدني ان انا اقدم لكم الاسره اللي معانا النهارده. بنتكلم عن طريقهم ومن خلال لقائنا بيهم عن مرفق مهم جدا وخدمه مهمه جدا، واحده من الخدمات اللي من غيرها ممكن نتعرض لمشاكل كتير. اصلا احنا مش متصورين حياتنا من غير هذه الخدمات او هذه المرافق، وهي خدمه او مرفق الاسعاف. معانا النهارده اسره الدكتور هاني مصطفى جميعه، مدير مرفق الاسعاف بمحافظه الدقهليه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. معانا الزوجه الدكتوره نجوى الشحات الجهري، مدرس مساعد بكليه الحاسبات والمعلومات بالمنصوره. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. منورنا. نورك. منورنا ايضا الولاد الجمال عمر وجودي وضحى. اهلا بيكم. وزي ما قلت ان دول جنود فعلا مجهولة، مش بيلقى عليهم ضوء كافي رغم ان دورهم مهم جدا. واحدة او واحد من هؤلاء هو دور المسعف في خدمة مهمة جدا او مرفق مهم جدا زي مرفق الاسعاف. بس قبل ما نتكلم بقى واحنا عندنا كلام كتير، عايزة ابدأ بسؤالي التقليدي، وهو ان انا اسألكم وارجع بيكم لزمان، مش قوي عموما تقول ولا صغيرين وانتوا صغيرين، لبداية التعارف بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر الاستضافة الجميلة من حضرتك ومن طاقم العمل. كانت البداية ساعة الواحد في مرحلة البحث عن زوجة، فكان لي صاحبي دكتور حمدي اخو الدكتورة نجوى. يعني احنا اصحاب من زمان، ولما بدور على زوجه قالوا لي ده الدكتور حمدي عنده اخت واخت جميله واخت متفوقه.
انا ما شفتهاش وما اعرفهاش، ورتب لي اللقاء معاها اخوها يعني الاصغر. البداية أخوها صاحبك وأنت في فترة جواز عايز تتجوز، فهو اللي وفر الفرصة دي وفر فرصة ان وعرفكوا. يعني البداية نقول رسمي أو صالونات، البداية الكلاسيكية العادية احنا جيران تقريبا يعني. بلد واحدة من قرية واحدة وجيران، ولها 3 اخوات، الـ3 اخوات اصحابي هما الـ3، وهما اللي عرفوني عليها عشان اعرف اشوفها، عشان مش عايز اشوفها جوه البيت، اشوفها بره. وهي راحت الكلية وكانت لسه في استلام عملها جديد، كان معيدة كانت اتخرجت كانت خلاص لسه مخلصة على طول وفي استلام العمل يعني، انت دقيت الباب على الباب، ما على الباب روحتش وخلصنا من على طول الشباك ده يعني. ولا رحت حاولت تقابلها بأي طريقة، انت بدأت رسمي الحمد لله يعني، ما اصل ما ينفعش اي حاجه غير الرسم يعني. علشان اخوها بقى صاحبك طبعا مش كده؟ طبعا. طب وبالنسبة لك بقى يعني، وقبل اخوها ايوه انا مجرد ما اتقال والدتها الله يرحمها ديت، انا بعتبرها والدتي، فانا حتى اول كلمه قلتها لها انا جاي عشان ماما. يا سلام. القيم دي ما بقتش على فكرة موجودة كتير، ممكن تكون موجودة في القرى لكن دلوقتي ما بقتش الاختيار قوي، انا بختارك وعلشان والدتك او عشان اخوكي، ما بقاش نبص لها نظرة اللي هي الشاملة دي، العيلة ايه مش كده؟ الاختيار دلوقتي في الاجيال الجديدة، اختلف وانتوا على اختلف فكرة كتير. تعتبروا جيل جديد. لا بس هو كل ما بنتكلم بعد كل 3 سنين بنلاقي جيل جديد طالع، يعني كل شويه بتبقى افكار مرحله قصدي ثانيه، جديدة. الافكار بتتغير، فاحنا ايوه. يعتبر كده داخلين في الاجيال القديمه شويه. مع الناس القديمه وانت كان في بقى اعجاب متبادل طيب، ولا برضو اخدتيه يعني. فكرتي في الموضوع ككل ان اخواتك مثلا بيشكروا هما فيه؟ يعني هما ماشوا السكه يعني، هما كانوا طبعا بيشكروا فيه جدا، وماما طبعا بتحبه جدا يعني، يعني ماما عارفاه من زمان، بس انا يعني نوعية جد شوية، اي فيعني هما كانوا طبعا مرحبين قوي، فانا انا اذا بثق في كنت قراهم بصراحة الاول يعني. اذا كنت بتكلم النهارده على ان احنا بنتكلم عن مرفق وخدمه مهمه جدا للمواطنين، ممكن يكونوا مش حاسين او مش مركزين في مجموعه من الخدمات بتقدم لهم، لكن هي خدمه مهمه جدا، ما نتخيلش حياتنا من غيرها، ممكن تحصل مشاكل كتيره قوي بدونهم. وقت الازمات، وقت المشاكل، وقت الثورات، وقت بنلاقي هم دول اللي يعني متقدمين الصفوف رقم واحد رقم واحد. بس في نفس الوقت احنا بنقول برضو ممكن تكون الخدمة هنا مختلفة عنها في دول كثيرة أخرى. لسه في عدم الثقة شوية بين المواطن والخدمات اللي هي من نوع الإسعاف والنجدة، وخصوصا التليفون، إن أنا أثق إن أنا هرفع سماعة التليفون أكلم الإسعاف هلاقيه بيرد أولا وهيستجيب ويجي بسرعة ثانيا، والخدمة طبعا هتقدم لي بشكل مظبوط وشكل صحي بقى لو انا تعبانه نفسيا صحيا. فهل ده لسه موجود عدم الثقه بين المواطن وال احنا تقريبا كان من 8 سنوات كان بداية تطوير الإسعاف المصري، وهيئة الإسعاف المصرية تم أخذ منحنى مختلف تماما في تطويرها سنة 2009 بقرار جمهوري بإنشاء هيئة الإسعاف المصرية. ومن 8 سنوات كانت باكورة السيارات الإسعاف الجديدة اللي هي البرتقاني واللي هي العربيات اللي اللي احنا بنشوفها الحديثة الجديدة الجديدة اللي ديت، بنشوفها. كانت أول عربيات تيجي، وكان تم تدريب ناس على أعلى مستوى وبمستوى يفوق بلاد كتيرة، وبمستوى أوروبي وأمريكي في التدريب. والناس ديت قعدت تكتر، موجة تجري ورا الموجة، وكل موجة تسلم موجة. بعد ما كانوا في الأول عدد محدود من السيارات، بقى الوقت وصلنا ل 3000 سيارة بناس مدربة على أعلى مستوى. احنا طبعا في مشاكل الناس بتقابلها، في الناس منتظرة ومتطلعة لأداء مختلف من الناس. احنا هيئة الإسعاف أنا بعتبرها واحدة من أكفأ الجهات اللي بتعمل في مصر، واحدة بناء على يعني طبعا داتا طبعا ومعلومات عندك، طبعا اصل لو هي من اكفأ، انت بتقولي دلوقتي التدريب ده مهم جدا طبعا للمسعف ان هو طبعا يكون اخذ دورات تدريبيه كثيره. قبل ما اتكلم عن الناحيه التدريبيه وعلى ليه بتقول هي من اكفأ الخدمات، عايز اعرف هو المسعف ده خريج ايه؟ يعني بيبقى تخصص طب، بيبقى فاهم طب، بيبقى خريج ايه؟
احنا في كذا مسمى للمسعفين عندنا. في ناس كان اكبر ناس كانوا مخرجين لمدارس قديمه كان اسمها مدارس الاسعاف. المدارس دي ما عادتش موجوده حاليا. بعدهم طلع حاجه اسمها مدرسه التمريض، في بعض الناس خريجين مدرسه التمريض. بعدها تطور النظام التعليمي وبدا يبقى في معاهد فنيه صحيه فبتطلع لي فني خدمات صحيه. وفي الفترة في ساعة إنشاءة الإسعاف كان في عجز في المسعفين، وكان في نوعية من المسعفين مطلوبين، فكنا عايزين ناس خريجي مؤهلات عليا، ناس خريج كلية علوم وكلية تربية وكلية تربية رياضية وكليات المختلفة. تم عمل لهم دورات مكثفة ودورات إسعافية مكثفة، ودول أطلق عليهم بعد كده مساعدي خدمات إسعافية، مساعد أخصائي، وبيقدمهم على اعلى مستوى. ففي كذا نوع من التعليم داخل هيئه الاسعاف المصريه، زائد بقى التدريب الطبي المستمر اللي هو على مدار العام بيتم في المحافظات، في الاقليم التابع لكل محافظه، بيتم داخل مكان التواجد. يعني انا كنت لسه امبارح مثلا في جمصه، اثناء المرور على انت الناس عندك دلوقتي بنضرب. موسم، احنا بلد طبعا يعتبر يعني الصيف عندنا مصر غير الشتاء تماما، في صحيح الضغط، صحيح. في فعلا عليكوا ضغط دلوقتي طبعا اثناء المصايف بيبقى فيه نوعيه مختلفه للمصطفين وحوادث وحوادث الغرق اكتر. وحوادث اكتر، حوادث الطريق الناس اللي راحه وحوادث حوادث طرق الغرق دي بتزيد. يعني انتوا برضو مسؤولين عنها، طب احنا ازاي انتوا بتلحقوا يعني حوادث الغرق؟ احنا مثلا انا عندي في جمصة في الشط كله مؤمن اسعافيا، في 4 نقاط اسعاف واقف عليهم 4 سيارات، زائد الوحدة الرئيسية موجودة لو اي نقطة من دول تم اخلاءها وتم التعامل مع اي حالة عربية بتعوض العربية اللي اتحركت. مدربين؟ اه مدربين لازم برضو، عشان طبعا كده انا بتكلم عن التدريب. التدريب طبعا مهم جدا، طبعا سواء لو في ناحية طبية، انا ازاي لو هو فاقد مش قادر على التنفس مثلا انا بعمل له ايه؟ في اسعافات اولية، دي الثقافة دي مش عندنا قوي، ديت ومش نفسنا. عارفة بقى انتوا التدريب فعلا على مستوى، في رقابة على التدريب ولا لا؟ على المسعفين. انا ساعه ما بقول لحضرتك ان هيئه الاسعاف من اهم الجهات اللي موجوده في مصر. هيئه الاسعاف يعني انا بالنسبه لي في الدقهليه انا عامل 84 الف خدمه خلال العام 2015. يعني 84 ألف خدمة 84 ألف خدمة بمعنى إسعافية يعني إيه؟ لمواطنين، إن مسعف راح لمريض وقدم له خدمة إسعافية، سواء نقله المستشفى، سواء أسعف في مكانه، سواء نقله من مستشفى لمستشفى، سواء نقله 84 ألف حالة ساعدتها حالة خلال ساعدناها إيه، السنة؟ خلال السنة دوت بالنسبة لمحافظة واحدة عندي أنا في الدقهلية. إحنا الخدمة عندنا مراقبة من لحظة اتصال المواطن لعند تقديم الخدمة وبعد الانتهاء للخدمة. عندنا بعد انتهاء الخدمة عندنا استبيان بالنسبة للمواطنين، ونتصل بهم ايه مستوى الخدمة وتقيم الخدمة بايه، وايه رأيك في مقدم الخدمة، وايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش. وعندنا حد بيعمل الاستبيان ده علشان يشوف رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة له. من ساعة اتصال المواطن احنا مش عندنا مشكلة كبرى في اتصالات المواطنين، ان احنا في كم كبير بيهدر في مكالمات لا طائل منها، في معاكسات، في حد في اطفال بيتصلوا بتليفون، في حد بيتصل ده انتوا شركه موبايل، بحد بيتصل ده انا عايز اكلم الفنان عادل امام، حد يتصل وعايز يدردش مع دي اي برضو حد. للاسف يعني بتخلي هنا بقى احنا لو بنشتكي من اداء الخدمه، طب ما احنا سبب حضرتك باللي حضرتك بتقوله، تخيلي السلوكيات كمية الخاطئة المعاكسات ديت اللي بتحصل قد ايه نسبتها؟ كتيرة. تخيلي كتيرة، حضرتك تتخيلها كام؟ هو ايه الناس فاضية يعني للدرجة قولي أكتر رقم حضرتك تتخيليه. في اليوم لا في من كل 100 اتصال. من كل 100 اتصال ما تقوليش مثلا 70؟ فوق 90%. يا خبر، فوق التسعين في لا المية بجد ما فيش تعليق الواحد وقت يقوله يهدر. غير ان ده اكبر دليل على الجهل. تخيلي حضرتك يعني لان انا باذي نفسي، انا باذي، انا ممكن ابقى محتاج الخدمه دي تتأدالي، وانت وقت بقى اكون انا محتاجه بقى فعلا مش هتصدقني، الموظفين هيبطلوا يردوا. واحد يتصل ده انا في حادثه في الحته الفلانيه، تروح العربيه ما تلاقيش حادثه وما حصلش حادثه، ده في مش عارف ايه في المكان، فتروح العربيه في حين ان في مريض محتاجها في مكان تاني، وان حد المريض ده ممكن يكون اخو اللي بيتصل بيعاكس.
بس اخوه محتاجه في مكان تاني وهو بيتصل بس كده الاتصال. انا عايز من المواطن مش ساعه ما اخوه ده، اتصل. هو ممكن في يوم من الايام، واكيد احنا كلنا معرضين، هو ضامن صحيح منين؟ في صحيح، يوم من الايام يبقى محتاج، وهيلاقي ان مفيش ما حد يلاقيش، بيرد، هيلاقي مفيش مش فاضيه. مصداقيه، خلاص فقدنا المصداقيه في التعامل ديت احد المسعف مع المواطن، والمواطن بالتالي مع المسعف صحيح. بالسلوكيات دي. ومع ذلك طيب انا هرجع لك اتكلم، اتفضل. وعندي اسئله كتير بس اجيلك بقى دكتوره نجوى. اذا كنت قلت في البدايه على اهميه الخدمه، خدمه المسعف، عايزه اتكلم عن العلم لما يتجمع، يعني دكتور ودكتوره، تخصص مختلف، لكن لما العلم يبقى تحت سقف بيت واحد، ده بيقرب ولا بيبقى فيه يعني بالعكس نوع من انواع انا مشغوله، انا مش اقل منك، انا كمان عندي طموحي، ليه انا اقدم وقتي كله للبيت والولاد، انت لازم تساعدني؟ اللغه دي مش عندكم؟ يعني ممكن شوية التربية بتاعتي ان انا ممكن اضحي شوية يعني، فهي انا جت عليا شوية انا. اخر ما تكون هي لا انا فهمت الشخصية على فكرة، اتأخرت لان احنا كتير قبل ما هي. نبدأ مع المشاهدين انا وانا بحضر معاكم، فبقول لك هو الدكتور مهم وانت برضو في تخصصك مهمة، فقلت لي لا انا ما جيش نقطة على بحر منه من اهميته، اهمية الدور اللي بيقدمه. فانا عرفت ان هي الشخصية العون هنا. والسند الاساسي ليا. يا سلام على الكلام ده، عادة بيقول لك كلام حلو كده ولا احنا هنا السبب ان هو هو قلة فاضي، بس هو مش فاضي شوية. هو مش فاضي. يعني هو بيحب يذاكر كتير، بيحب يدرس، ما بيسيبش حاجة لما بيروح فيها يعني. بتحب تبقى عندك معلومات اول باول جديد. انا هرجع لك برضو، الحمد لسه لله. مش عايزاك تجاوب دلوقتي. انا عايزه اتكلم معاكي انت الاول، تخصصك نظم ومعلومات، وحاسبات ومعلومات، وده تخصص المفروض بقى ان مع الاجيال الجديده يكونوا محترفين فيه، هم قاعدين على النت وعلى الكمبيوتر وعلى اللابتوب ليل ونهار. فايه المشكله الاساسيه اللي بتقابلك في دراسة هذا النوع من العلم؟ هو عايز إمكانيات شوية، يعني هو عايز إمكانيات. إحنا طبعا بالنسبة لنا بتبقى الإمكانيات ضعيفة، يعني أي حاجة حكومية بتبقى إمكانياتها ضعيفة شوية، بس طبعا هو الاعتماد كله على الشخص. يعني هو كطالب هو المفروض بياخد جزء وهو بيعتمد أكتر على نفسه. أي حاجة قلة أكاديمية إمكانيات كده، في التحديث، البرامج اللي إمكانيات بتنزل مثلا على المكان، الحاسبات ولا؟ المعامل طبعا أنت عارفة بقى، طلبة بتشتغل بتجرب، الجهاز يبوظ، محتاج كل شوية، فمحتاج كل شويه تحديث للاجهزه، محتاج معامل اكتر، اعداد الطلبه نفسها بتزيد. الطلبه نفسها دلوقتي بقت طبعا كل واحد معاه اللابتوب بتاعه، بس ان انت توفري مثلا السوفت وير وهو نفسه مش مكلف. المفروض ان كل واحد يوفر لنفسه لا اللابتوب؟ هو المفروض حاليا هو لما بيدخل كليه دي عمليه، يعني كليه المفروض ان هو تمام. يطبق العلم اللي بيدرسه، تمام. مش كده؟ طب ازاي يطبق يعني، وازاي يعتمد على نفسه في توفير الجهاز لا الخاص؟ لا هي الاجهزه موجوده وكل حاجه، بس طبعا هو بيسهل له ان هو شغله نفسه عليه. يعني هو خلاص بدل ما يبقى ان هو شغال على الجهاز وينقل بعد كده على ياخد شغله معاه، هو خلاص شغال على اللابتوب بتاعه. طبعا المعامل موجوده وكل حاجه، بس طبعا هي الكليه ما بتوفرش السوفت وير على اساس ان حاجه مكلفه، فدي بتبقى طبعا دي مشكله بتواجه الكل. طب ده خاص، دي مشاكل خاصه بالمنصوره ولا؟ لا اعتقد هي مشكله عامه، مشكله عامه. مشكله عامه طبعا. هي المشكله الاساسيه عندنا ان مفيش نقابه اصلا، يعني اللي احنا بنجري وراها بقالنا سنين، وكان من 2012 وكان خلاص، بس مجلس الشعب اتحل ان كان خلاص بيدرسوا موضوع النقابه، بس دي مأساة كبيرة أصلا النقابة دي لخريج مهمة الكلية. جدا، وعدم وجود نقابة يعني أنا مش هقدر أخد حقي، أنا هلجأ لا لمين هي عشان؟ كمان مش من حقه، هو مش بياخد حقه، هو مش قادر ياخد اللقب إن هو مهندس. يعني إحنا بنتعامل يعني مثلا في أي مكان لما بيجي يشتغل بيشتغل كأخصائي حاسب، لكن هو بره بيتعامل، يعني مثلا اللي بيسافروا بره السعودية الإمارات أي مكان بره بيتعامل كمهندس برمجيات، عندنا إحنا بيتعامل كأخصائي حاسب، لان هو مش يعني مش مديله الحته ديت. يعني حتى احنا لو اتكلمنا ابسط حاجه بتاع خريج زراعه بيبقى اسمه مهندس زراعي، احنا عندنا مش من حقه ان هو يبقى مهندس. دي فهي دي مشكله المشكله. فعلا، دي مشكله مشكله. كبيره جدا، دي مشكله في حتى في المساواه. يعني مثلا لما بيبقى خريج هندسه اتصالات ما يقدرش ان هو يتساوى بخريج هندسه حاسبات، طبعا اذا كان في الماديات، اذا كان في القيمه الوظيفيه نفسها ما يقدرش، مع انه ممكن يكون احسن، بس هو ما يقدرش ان هو يتساوى، لان هو المسمى بتاعه ان هو اخصائي حاسب او محلل حاسب او محلل ودي مشكلة واضح انها تراكمية وبقى لها جدا سنوات، فانا جدا. مش عارفة ازاي يعني هي احنا مسكوت معانا عنها الناس لسه. شغالين فيها، يعني معانا الناس شغالين فيها، بس
هو لازم انتوا اللي هتشتغلوا وانتوا اللي هتجيبوا حقكم بنفسكم، يعني يعني احنا معانا الناس لما بتسافر بره فعلا بيبقى في الكارنيه بتاعها مهندس برمجيات، الناس اللي شغاله في جوجل او شغاله في اي بي ام اسمه مهندس برمجيات، لكن هنا في مصر لا، اسمه محلل او اخصائي حاسب. دي مشكله كبيره جدا. يعني انا عايزه بقى انتقل اتكلم عن الولاد شويه، وابدا بالكبير بقى عمر. عايزك بقى تعرف نفسك بقى، انا عارفه ان انت اولا عندك مواهب، عندك هوايات زي القرايه، تحب تقرا. وسامعه ان انت اخر كتاب بتقراه اسمه ايه؟ اولاد حارتي. وبعديه كتاب قلت لي اسمه كيف تستمتع بحياتك. وعرفت ازاي تستمتع بحياتك بقى؟ انا لسه يعني بقرا فيه. لسه بتقرا فيه. طيب انا رايي ان انت اول حاجه تخليك تستمتع بحياتك تنظيم الوقت، علشان تعرف ان انت تدي المذاكره حقها، تدي اللعب حقه، الرياضه حقها. عندك الحكايه دي؟ تعرف تعملها؟ تقسم يومك وتظبط مواعيدك ويومك واوقاتك؟ هو مش قوي يعني، مش عارف، ما بتعرفش قوي. تعمل ايه في يومك؟ يعني المفروض شويه للهوايات، شويه لو في رياضه، شويه للقراءه زي ما انت بتحب كده تقرا، وشويه للمذاكره ايام الدراسه يعني. هو يعني كده بس 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 اكتر بكون في الاجازه بالذات بقضي نص اليوم لعب. لعب حلو، الاعتراف حلو. طيب ايه بقى الهوايه الثانيه غير القرايه؟ في الاول عجبك اولاد حارتنا وفهمته؟ اصل هو كتاب صعب بالنسبه لسنك. انا عارف انه صعب بس فهمت منه حاجات يعني. فهمت منه حاجات، بس برافو عليك. ايه اللي ايه التاني بتحبه بقى؟ الهوايات. الهوايات مفيش رياضه خالص؟ لا، في الكاراتيه. برافو. انت معاك حزام ايه في الكاراتيه؟ البني. ايوه، يعني انت دلوقتي تعرف تدافع عن نفسك، ما بتخافش من اي حد بقى. لو اي حد اتخانق معاك في المدرسه او بره المدرسه، انت دلوقتي خلاص عندك ثقه وتعرف تدافع عن نفسك، صح؟ تمام. طب انت ليه بتلعب كاراتيه؟ اشمعنى الكاراتيه؟ عشان في اوقات كتيره بتعرض كده للضرب وبلاقي ناس كتيره بتتخانق معايا، فاعرف ادافع عن نفسي. عشان يعني تدافع عن نفسك. تمام. طيب بالنسبه لضحى بقى، ضحى انت عندك كام سنه؟ 7 ونص. 7 ونص. طب في هوايات بقى زي عمر كده؟ تحبي القرايه؟ تحبي اي رياضه؟ بحب بقى قصه ميكي. حلو قوي. جميل، حلو، احنا بنحبها لغايه دلوقتي، كلنا بنحبها لغايه دلوقتي. ما هي ديت اللي اتعودنا عليها. أيوة. وهي دي اول قرايه. وبتعملي ايه؟ بترسمي ولا بتعملي ايه؟ برسم. بابا بيغششك. بترسم. ها. طيب هنا بقى تربيه الولاد مش حاجه سهله، عشان تربيهم من ان جنب الدراسه يعني تقسيمه الوقت، يعني ايه وقت، ويعني ايه ان دي حاجه ثمينه قوي وغاليه ولازم استفيد بيها، دي حاجه مهمه قوي بتتغرس في الطفل من صغره. فانت بتحاولي تعملي كده؟ مش هقول لك انت بقى، انا عارفه ان انت هي الضرب عليها بصراحه يعني. بس طبعا بيجي اوقات كتيره ان بتلاقي الدنيا دخلت في بعضها، يعني مش عارفه ارتب، لان عشان احنا مثلا مدارس، مذاكره، تمرين، النظام التعليمي اللي بيخلي واجبات كتير وحفظ يعني كتير، ومفيش وقت للهوايات والرياضه. ما فيش. يعني على قد ان هو مثلا تمرين، على قد ان هو برضه بيحفظوا قران، فبياخد وقت مننا كبير. فبتلاقي ان ممكن الوقت معايا ضايع قوي يعني. ايوه، تلاقي اليوم بيخلص بدري. طيب ارجع لدكتور هاني بقى، عندي اسئله. زي ما قلت حضرتك ذكرت في البدايه معلومه ان الاسعاف هنا يعتبر، لما انا بقول لك بنقارنه ببلاد اخرى، بحس ان الخدمه ممكن تقدم بطريقه اوقع واحسن في بلاد تانية كتير. فقلت لي لا، هنا من اكفأ. صحيح. الخدمات اللي بتقدم اللي على بناء على ايه بتقول كده؟ احنا بنقيم الخدمه بمدى وصول الاسعاف في وقت المناسب، وتقديم خدمه في مكان الحادث وداخل سياره الاسعاف لحين تسليمه لاقرب مستوى خدمه متقدم، هو المستشفى او مركز طب اسره او اكبر مركز متقدم اكتر من الاسعاف. احنا بنوصل في حالات الحوادث اكتر من 80% أكتر من 80% خلال المعدل العالمي اللي هو 8 دقائق. ده بناء على دراسات بناء فعلا، على أرقام معمولة بناء من ساعة اتصال المواطن لحين وصول سيارة الإسعاف للمواطن. على رغم الصعوبات والمشاكل اللي بتقابل الإسعاف لعند ما يصل لمكان الحادث.
بداية من البلاغ يجي ما يبقاش كامل. أنا اللي بطلبه إن المواطن لما يجي يبلغ بلاغ يبقى يبلغ يوصف البلاغ صح، يقول البلاغ ده عبارة عن إيه، يقول عدد المصابين، يقول رقم تليفون عشان لو حد اللي رايح له يعرف يتواصل معاه تليفونيا، يقول له مثلا الطريق، مثلا أنا حادث في طريق القاهرة بنها، ناحية ناحية وأنت رايح احنا لبنها بنشوف ولا رايح، رايح في القاهرة. الخارج الطائرات، ودي هرجع لها اتكلم عنها، ونتمنى حلمنا انها يبقى عندنا خدمة زي دي. بس بعد الفاصل، في فاصل هنخرج له جميعا برضه مرتبط بخدمة الاسعاف ومرفق الاسعاف، ونرجع نستكمل لقائنا مع أسرة الدكتور هاني جماعة. الإسعاف في مصر اتطورت قوي في الأيام الأخيرة، وبقت جميلة جدا، وعربيات مجهزة على أعلى مستوى زينا زي أي دولة بره، وحاجة جميلة جدا وكويسة. أنا حضرتك اتعاملت مع الإسعاف مرتين، وفي المرتين طلبتهم جوه بعد ما يكملش تلت ساعة الطريق والإسعاف مجهزة. إحنا مشينا على الدائري، حصلت حادثة فركننا طبعا على جنب وكده، فكان معانا حد متصاب فاتصلنا بالإسعاف، جت وكان فيها دكتور وخدناه، خدنا ورحنا المستشفى وعملنا اللازم يعني. لاحظت كتير قوي في حوادث كنت بشوفها على الطرق، وكان بنتصل بالنجده والاسعاف، كانت النجده بتيجي الاسعاف بتيجي فورا فورا، ما فيش 10 دقائق 12 دقيقه. اغلبيه الطرق المروريه داخل القاهره والجيزه صعب جدا جدا، رغم ان عربيه الاسعاف الاول المفروض يعني اخلاقيا وذوقيا اول ما عربيه الاسعاف تضرب السرينة بتاعتها كل الطرق تقف مش تركن. أهلا بكم مرة تانية مع أسرة الدكتور هاني جماعة. كنت بقول قبل الفاصل إن بنشاهد في الخارج، ودايما أحب أقارن لما ألاقي خدمة، عشان لو المشاهد قال ليه بقارن، لما بلاقي خدمة بتقدم بامتياز في أي بلد أنا بحس بالغيرة، ليه ما يكونش عندنا الخدمة بنفس المستوى؟ الطائرات اللي بنشوفها بدون طيار وبتنزل مكان الحادث فيها مايك تبلغ وتوصف الحادثة شكلها إيه، علشان وهي بيبقى فيها كمان على فكرة معدات إسعافات أولية. لما بشوف حاجة زي كده بحلم إن تبقى عندنا حاجة كده. بس إذا كنت بتقولي التليفون بيحصل فيه معاكسات، فيبقى طيارات زي دي بقى أكيد هيحصل فيها كوارث بقى، لو المواطن ما كانش عنده الإدراك والوعي، لو ما حاولش يغير الثقافة بتاعته وتفكيره والتعامل والسلوكيات. حضرتك المسعف والسواق بيوصلوا من لمكان الحادث، ما حدش بيديلهم فرصة ان هم يشتغلوا اسعافيا. يعني ازاي اكتر مشكلة عندي بيشتكي منها المسعفين، ان انا بروح الناس عايزين يشيلوا من المصاب ويحطوه عندي على الترولي، مش يستنوا ان انا اشتغل. انا مصاب دوت ما اعرفش ايه اصابته، الراجل ده ممكن يكون عنده اصابه في العمود الفقري فتعمل له شلل نصفي لو حصل حاجه لا قدر الله، لو انا نقلته بطريقه خطأ. ممكن تكون عنده اصابه في الفقرات العنقيه فلو اتقطع يجي له شلل رباعي، يبقى شاب لسه في مقتبل حياته، لا عارف يحرك ايديه ولا عارف يحرك رجليه ولا عارف يخش دوره الميه، ويفضل طول حياته قعيد علشان واحد كان مفكر ان هو بيخدمه فشاله غلط. أيوة. المسعف جاي مدرب ان هو هيشيل الشيل الصح، هيقدر يحافظ على رقبته ويحافظ على العمود غير الفقري، غير الاختناق اللي بيحس بيه اي مصاب من تجمع الناس حواليه. الناس ومش ممكن الناس يعني تسيبه، وتوفر بيئه للناس اللي جايه وعارفه شغلها تقدم شغل. احنا لما بنتلم علشان نخدم المصاب ولا عشان نضره؟ عشان نتفرج. احنا ديت مش عايزين الفرجه، وان عربيه تقف احنا وان الناس تتفرج على القنابل وهي بيفكوها، يعني مش هنتفرج على مصاب يعني، ده من باب اولى بقى يعني. أيوة. فهي للاسف ان احنا عايزين زي ما المثل اللي عندنا بيقول ادي العيش لخبازه، احنا عايزين الناس اللي تنزل تشتغل الشغل اللي هي مدربه عليه، لكن كل ما نيجي ندرب حد ونعمل اول مشكله، يا دكتور هو في مين اللي بيخلينا نشتغل الشغل ده؟
فاحنا محتاجين الناس تسيب الناس تشتغل، هي عارفه شغلها وهتقدم شغل محترم والناس هتتبسط بالشغل اللي هتشوفه، وهتلاقي ادوات بيستخدموها وهتلاقي معدات بيستخدموها. احنا عربيه الاسعاف عندنا عربيه مجهزه، مجهزه من مونيتور لمتابعه حالات، مجهزه من شفاط لاجهزه الضغط، اجهزه السكر، اجهزه الحساسيه، يعني في كل الاجهزه والاسعافات الاوليه كانها غرفه عنايه متحركه، لا قدر الله اللي عنده كسر في جباير ان هي تعمل بقى الكسر. المسعف اللي هو خريج طب ولا بيبقى يعني كله معهد فني صحي؟ لا اصل هنا مفيش مسعف طبيب، مفيش مسعف طبيب. ليه مفيش مسعف؟ احنا في بره من ضمن الطاقم اللي بيشتغل داخل عربيه الاسعاف بيبقى في مسعف وبيبقى في طبيب موجود معاه. ليه احنا ما عندناش؟ واحنا بنتعرض عندنا ممكن لازمه قلبيه، ممكن بنتعرض لسكر، ازمه سكر، ممكن صحيح. نتعرض لاي حاجه صحيح. محتاجه طبيب، والوقت هنا بيلعب دور جامد قوي في انقاذ في حالات الازمات. احنا مريض الازمه القلبيه المسعف هيقدر يقدم له الخدمه المطلوبه في الوقت ده لعند ما يوصل المستشفى، وهيقدم له خدمه كويسه. المريض اللي عنده مثلا غيبوبه سكر برضه المسعف هيقدر يتعامل معاه. المريض المصاب اللي عنده نزيف، اللي عنده كسر، اللي عنده جرح، اللي عنده حرق، كلام من ده، المسعف مدرب ان هو هيتعامل معاه، يتعامل معاه كويس عند ما يوصله للطبيب. احنا الطبيب بنحتاجه مثلا لو هنقل حاله من مستشفى لمستشفى، حاله عنايه، حاله طفل حضانه، اللي هي الحاجات اللي انا محتاج طبيب معايا فيها، علشان فيه اجراء محتاج وجود طبيب زي تركيب انبوبه حنجريه او كلام من ده، فطبيب لازم يكون موجود معاه عشان اقدر اوصل له جهاز التنفس الصناعي الموجود معاه في العربيه. فده بيتوفر ليا عن طريق المستشفى وبيطلع معايا طبيب. لكن نظرا للعجز اللي موجود في الاطباء ونظرا لطبيعه سياره الاسعاف وكلام من ده، لسه الوقت ما توفرش وجود طبيب داخل سياره الاسعاف. أيوة. لكن ده حلم ان شاء الله نوصل له في يوم من الايام ان شاء الله. بنحلم احنا طبعا وهنوصل ان شاء الله. الخدمه فعلا لازم تتطور عن كده اكيد، لكن دوت بنستعيد بيه في الوقت الحالي بالتدريب. ودايما في رقابه أساسي. يعني كل حاجه عشان تمشي كويس لازم يكون في رقابه كويسه عليها واشراف. تمام. الرقابه ازاي على المسعفين وعلى عربيات الاسعاف وعلى المكالمات وعلى المكالمات؟ عندنا بيبقى في مكالمات مسجله، يعني المكالمات اللي المواطن بيتصل بها، حتى لما مواطن يجي يقول انا اتصلت بسياره الاسعاف وسياره الاسعاف اتاخرت عليا، اتأخرت عليا ساعتين، أنا كنت مثلا في مكان في الحادث نفسه، الدقيقة على المصاب بتعدي عليه كأنها بالزبط. ساعة. أيوة. أنا كنت موجود في مكان الحادث وكلمت العمليات عندي على جهاز اللاسلك، ما فيش أسرع من كده يعني، وبعتوا لي عربية، وبعد شوية العربية اتأخرت، وبعد شوية العربية اتأخرت، وإزاي العربية تتأخر كل ده؟ وبعدين بعد ما العربية وصلت لي، يا دكتور أنت زعلان ليه؟ ده العربية وصلت في أقل من 5 دقايق. الخمس دقايق عدوا عليا كانهم ساعتين. فالمواطن بيبقى معذور فعلا ان هو بيحس ان الوقت اللي الاسعاف جاله فيه جاله في وقت طويل. لكن انا عندي من ساعه تلقي البلاغ الساعه بتاعته بتبقى موجوده، ساعه وصول العربيه للحادث بتبقى موجوده، في عندنا مشرفين على اطقم السيارات، كل قطاع مثلا المحافظه عندي مقسمها لاربع قطاعات، في كل قطاع له مشرف. في حاله الحادثه ممكن العربيه وهي جايه يا اما يطلع مع العربيه يا اما يستنى العربيه وهي جايبه المريض للمستشفى شوف اتقدم له خدمة إسعافية ايه، اتقدمت صح ولا لا، المسعف كان ممتاز، المسعف محتاج كذا تاخد بالك منها المرة الجاية. في عندنا مشرفين نهاريين ومشرفين ليليين كمان علشان يتابعوا برضو العملية الإسعافية، وفي مشرف محافظة وفي مدير محافظة وفي مدير إقليم وفيه رئيس قطاع عمليات التشغيل لمصر كلها وفي رئيس هيئة الإسعاف المصرية. وهيئة الإسعاف المصرية هيئة شابة ودي من الحاجات المميزة جدا والمميزة لها، ان يبقى هيئة بالحجم ده بالعمل ده ورئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية شاب 42 سنة. ان معظم القيادات بتاعتها شباب في هذا الرينج، ان يبقى تفكير ان مديرين المحافظات ان يبقى تحت سن الأربعين، وان يبقى هيئة شابة وبت تثبت الشباب وبتدعم الشباب، وده اللي احنا بننادي بيه على مستوى كل الوزارات والمؤسسات، ان الشباب بقى هم اللي يتولوا القياده، لان احنا بنتوسم فيهم ان يكون عندهم الفكر الجديد الخلاق، يكون عندهم النشاط والرغبه في العطاء.
صحيح. يعني دي حاجة احنا والتدريب بنطالبها، وبيطور من فده نفسه متوفر عندكم فعلا، وبيعمل قصة نكاح. حضرتك خريج ايه علشان اعرف برضو المشاهدين بحضرتك اكتر؟ انا بكالوريوس طب وجراحة جامعة الازهر 2001، دبلوم باطنة سنة 2007، ومعايا دبلوم ادارة مستشفيات ودبلوم قيادة وماجستير ادارة اعمال وزمالة ادارة منظمات صحية. ورغم كده سألتك قلت لك رغم كل هذه الشهادات حضرتك ما فتحتش ليه عيادة خاصة؟ كانت ليك إجابة أحب أن أنا أشارك المشاهدين فيها. أنا شايف أن من أهم أسباب فشل المنظومة الصحية في مصر وجود العيادات الخاصة، وأن لو عايزين نرتقي بالمنظومة الصحية وعايزين نطور الصحة في مصر لابد من تفرغ الأطباء. الطبيب يؤدي عمله داخل المستشفى، يبقى له مرتب مجزي ويبقى له دخل يعوضه عن قفل عيادته، ويقدم الخدمة للمواطن اللي محتاجه، بدل ما مواطن يروح مستشفى ونشكو ان ما فيش اطباء وان ما فيش كذا ورحنا للطبيب لقيناه في العياده. لا، الطبيب بيطلع هنا من مصر وبيسافر اي دوله وبيبقى متفرغ هناك عشان بياخد مقابل يقدر ان هو يشتغل ويصرف على بيته. هنا أفضل. أيوة، بس مش هنا لازم انت ربطت هناك عدم يعني فتح العياده علشان يتخصص ويقدم لبلده او يقدم الخدمه العامه الصح بان هو الرواتب تتغير طبعاً. والرواتب تزيد، ودي مشكله. وانتوا كان ليكوا وقفه، كان ليكوا وقفه بتطالبوا فيها بزياده في المرتبات. احنا ممكن زياده المرتبات وفيه افكار كتيره بدون تحميل ميزانيه الدوله اي اعباء، والاطباء ياخدوا راتب كويس ويقدروا يؤدوا مهنتهم، وفي افكار جديده وافكار كتيره لحل المعضله ديت بتفكير خارج الصندوق بحاجات المستشفيات. قدمتوها، حاولتوا تقدموها، تسعوا وراها، ولا انتوا بتكلموا بعض هنا في دايره مغلقه؟ ده قرار صعب وقرار مش هيتاخد، وانا يعني من محتاج حد قوي ان هو ياخده. وكنت دايما اقول في ظل حد ما يخافش ان هو ياخد قرار، الايادي المرتعشه دي يعني ما تنفعش تاخد قرارات. حضرتك احنا مره كان في محاضره الدكتور اسامه مسلم، ده راجل محاضر دولي في مجال الاداره، وكان بيدينا احد المحاضرات والكلام ده في النقطه ديت، فبيتكلم ان في دوله زي الجزائر قانون ان لازم الناس تتفرغ والاطباء تتفرغ وكلام من ده. فانا قلت له طب اتطبق بنسبه كام يا دكتور اسامه؟ قال لي انت تتخيل كام؟ كان ده كان خاص بتفرغ اطباء الاساتذه الجامعه، ان هو ما يفتح يبقى متفرغ الاساتذه اللي مجاله ويبقى له راتب مجزي. قلت له انا بيتهيألي كل الناس هتتفرغ. قال لي فعلا ده اللي حصل، علشان المهم عنده هو لقب استاذ دكتور، لكن لو فتح يده بدون لقب استاذ دكتور لا يساوي بالنسبه له اي شيء، والمهم عند الطبيب هي المستشفى. لكن يعني هو هنا القانون غير منظومه باكملها، وطبعا بالتالي الخدمه المقدمه عن طريقها اكيد هتبقى حكايه. وده راي معظم اللي شغالين في وزاره الصحه وقيادات الوزاره متفقين عليه، بس مين اللي ياخد القرار ده؟ هو دوت محتاجين حد ياخد قرار وياخد قرار جري، وده هيبقى احسن حاجه تتعمل للمواطن المصري واحسن حاجه تتعمل للطبيب. الطبيب مش عايز ان هو يبقى شغال في ساقيه، يصحى من الصبح يروح المستشفى، يخلص المستشفى يروح على عيادته، يرجع بالليل عشان نبطشيه المستشفى ينام، يبقى شغال ليل نهار وعمره بيتسرق منه علشان خاطر يكفي نفسه ويكفي بيته او يعمل حاجه او يشتري حاجه. لكن لو هو يشتغل 8 ساعات يشتغل 12 ساعه وفيه مقابل مجزي وفيه وقت هيقعده مع بيته ومع اسرته ومع اصحابه ويعمل هوايته، اكيد هيفضل كده. طبعا بالنسبه له هيفضل كده، وده مطلب لكل شباب الاطباء ان هم عايزين كده، مش عايزين ان انا مشغول طول الوقت، لا ده انا عايز ان انا افيد واستفيد واعيش حياتي ومع اسرتي ومع اصحابي، واقدر ان انا افيد المريض واكون متواجد فعلا مع المريض. أي بالنسبه بقى للدكتوره حضرتك دكتوره نجوى، ليكي حلمك الخاص على المستوى المهني، ولا خلاص انت كل احلامك بقت مرتبطه بالبيت والولاد لا لا طبعا. انت بتشتغلي وده يعني نجاح في حد ذاته، يعني مع شويه اجازات طبعا بتاخد عشان الولاد. ف لكن بتقدري توفقي؟ جيت في وقت معين ما قدرتش. ما قدرتيش؟ يعني فضلتي تاخدي اجازه؟ بعد جودي يعني ما قدرتش بصراحه. ما قدرتيش؟ كان ضغط عليا بعد جودي، كان ضغط عليا كبير قوي، فما قدرتش، بدات اخد اجازات بقى. ايوه
كان صعب فعلا. لا صعب يعني، حتى مع المذاكره وكده والشغل صعب. لكن طبعا ما وقفتيش بقى مع نفسك تقولي طيب انا كده ضحيت قوي وانا اللي جيت على نفسي واكيد انت كان عندك حلمك الخاص وانت اصغر قبل الجواز وقبل الارتباط. اكيد كان مختلف خالص. لا لا ما اقصدش ده يعني، من ناحيه المجال المهني بتاعي يعني مختلف، لان انا اتاخرت برضو يعني، انا اتاخر على مناقش وبتاخر على لان بيضيع معايا وقت كتير عشان المذاكره مع فبالنسبه لي انا مطالبه ان انا اذاكر لكن ده مأثر معايا كتير. لكن مش بتفكري انك تحاولي تلحقي الحلم ده ولسه ما راحش وقته؟ لا حاليا شغال عليها يعني، دكتوراه بقى كده عشان اخلص اناقش. ما استسلمتيش يعني؟ لا 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 طبعا يعني، هي بتيجي في النص كده، بتيجي زي كبوه كده الواحد بيتضغط فيها شويه، بس بعد كده يعني بنفوق شويه. في رايك ايه اكتر حاجه بتواجهك في الصعوبه في التعامل مع الاجيال اللي احنا شايفينها دي، الشباب دول؟ الوضع اللي احنا فيه، الولاد بيتاثروا بزمايلهم في المدرسه ان هم عايزين ايه وعايزين ايه وعايزين ايه، الطلبات والاغراءات، السلوكيات نفسها، سلوكيات ان انا بحاول اعدل مثلا حاجه اكتسبوها من زمايلهم او شافوها في الشارع او حتى لو احنا بره شافوها منهم، بتحاولي بقى ان انت تعدلي ديت تاني، فده بياخد مني وقت كبير. فطبعا غير بقى ان هي المناهج اللي عندهم الثقيله قوي والمذاكرة والنظام التعليم كله. ايوه ارجع للدكتور هاني مره تانية، اذا كنت بتقولي ان انت قدمت خدمه ل 80,000 حاله، فاكيد انت بتتذكر بعض الحالات، يعني موقف انساني كان صعب او غير انساني، يعني حاله استوقفتك او حالات اكتر من حاله. حاله حصلت لمسعف، مسعف زميلنا. المسعف نفسه هو راح يقدم خدمة لمريض وفي حادث بيعدي الطريق، عربية خبطته، وكان ده يعني كان من المواقف المؤثرة جدا. واحنا على اللاسلكي، انا لسه مكلمه، ما فيش من حاجات بسيطة على اللاسلكي، الحقوا حمادة مات. فان حمادة مات في ايه ده في المكان الفلاني، جرينا. المسعف ده مسعف من أكفأ المسعفين. المسعف مثلا كان لقى أمانات بمبالغ كبيرة وردها لأصحابها بدل مرة أكتر من مرة. مش شخص عادي يعني، شخص على المستوى الأخلاقي شخص والإنساني، شخص في تقديم الخدمة الإسعافية متميز يعني. شخص لما رحنا بيه المستشفى، المستشفى تقول لنا إحنا لينا في حمادة أكتر من تلكم فيه، ده بيخش بيجيب الحالة وما بيرضاش يسيبها ويفضل يساعدنا لحد ما الحالة تخلص. لو في حالة تانية محتاجينه فيها أو يعمل أي حاجة هو بيخش يساعد، مش بس واخدها كوظيفة، هو واخدها كرسالة وبيقدم. وده كان سبب، وهو ده اللي أنا بقوله، إن في ناس تستحق فعلا إن احنا نلقي الضوء عليهم. صحيح. كتشجيع أولا لزمايلهم وكأقل حق ليهم يعني، واجب علينا. تم إلقاء الحمد لله الضوء عليه، ولما عمل كده وربنا كتب له الحج السنة اللي فاتت في بعثة الحج، وزير الصحة حطه هو والسواق بتاعه، كان لقوا مبلغ مالي تقريبا 150,000 جنيه وردوه لصاحبه. الله ده اللي بيخلينا نقول مصر بخير بأهلها وناسها، لسه في الخير موجود. وده نموذج لمعظم المسعفين اللي عندنا، ان ناس هي على طول كده وناس بتعملها كده بطبيعتها، وناس دايما يقولوا المصاب ده اخونا، احنا ما نعرفوش، هو له عيله وله اخوات، احنا اقرب ناس له. احنا بنروح لعيان ما بنروحلهوش في وقت فرح، ما بنروحلهوش في وقت مرض عادي، احنا بنروح له وقت مصيبه بالنسبه له، وقت حادث، وقت كارثه، وقت احنا بنبقى رايحين والناس تقول لنا ربنا يكفينا شركم، والناس حتى المصاب معانا طب بس اقفل السرينه شويه عشان انا بتشائم من السرينه. طب على ذكر السرينه بقى، السرينه اللي في الشوارع وعربيات الاسعاف الجميله الجديده اللي احنا شايفينها دي منتشره في كل الشوارع دلوقتي، بقى عند المواطن الاستجابه انه لما يلاقي عربيه اسعاف يعمل اللي لازم يتعمل واللي بتعمل في كل الدول، يوسع الطريق ويمهد الطريق ليه عشان تعدي بسرعه؟ ديت اكبر مشكله بتواجه قائد سيارات الاسعاف.
ان افضل اضرب سرينه وان افضل انادي في الميكروفون يا ملاكي رقم كذا وكذا يا عداد رقم كذا يمين بنسمع. وهو مش راضي يروح يمين وهو لا هم شاطرين قوي ان العربيه اول ما تعدي كله يتسابق يبقوا هيعملوا حادثه عشان يمشوا وراه عشان يمشوا بسرعه عشان السكه هتبقى يخش يعمل حادثه في عربيه الاسعاف بقى نفسه بالزبط. يخبط في عربيه الاسعاف يقوم عربيه الاسعاف بعد ما كانت هتنقذ مريض بقت هي اللي عندها المصاب بقى المسعفين عباره عن مرضى اللي رايحين ينقذوا الناس هم مصابين عشان العربيه مستعجله وعايزه تخش وراهم في الطريق فدخلت على طول معاهم. ديت الثقافه اللي احنا محتاجينها. الناس تقول اصل ممكن ما يكونش معاه مريض سياره الاسعاف وهي ماشيه، يا اما معاها مريض فعايزه توصل بيه للمستشفى في اقصى سرعه، يا اما رايح يجيب مريض وده اخطر من ان يكون معاه مريض علشان هو رايح لحاله ما يعرفش يكون ايه، ممكن حاله ازمه قلبيه والدقيقه هتفرق فيها، بالذات احنا بنتعامل مع اللحظات الذهبيه والدقائق الذهبيه بالنسبه للمصاب او بالنسبه للمريض، فممكن مريض محتاج ان انا اروح، او ممكن عربيه خلصت خدمتها ورجع لمكان خدمه ثاني عشان في مريض هيحتاجها في المكان الثاني فمحتاجه ان هي تبقى جنبه او ان هي تبقى قريب، او رايح لوحدته علشان يتزود باكسجين او يتزود بادويه او راح يعمل اي فأي وضع عربية إسعاف سواء معها مصاب أو مش معها مصاب إحنا المفروض إن إحنا نوسع لها الطريق والمفروض نفتح لها الطريق علشان هو كده كده رايح يعمل حاجة لتقديم الخدمة الإسعافية حتى لو رايح لمكان وحدته هو رايح علشان يبقى جاهز في المكان عشان المكان ده فاضل وقت لو حصلت حادثة جنبه محتاج عربية الإسعاف. طيب قبل ما أنهي يا ترى بقى ثقافة المواطن الخاصة بالإسعافات الأولية، يعني أنا لو أنا في بيتي او حسيت ان انا جالي هبوط هيجيلي ازمه قلبيه هيجي لحد معايا في البيت من اسرتي، الثقافه دي بنلاقيها في الخارج بنلاقيها بيعلموها للاطفال. صحيح. اطفال على عروسه كده بنلاقي الاطفال عارفين يعملوا ايه والاسعافات الاوليه كلها للازمات القلبيه مثلا او صحيح. فده بتدوا دورات نبدا قبل الدورات اديت زوجتك تدريبات على الاسعافات الاوليه عشان الولاد لو بعد الشر اي حاجه ولا لا ولا باب النجار مخلع؟ هي بالنسبه للاسعافات الاوليه بسم الله ما شاء الله شاطره فيها يعني وبتقدر تتعامل وان مجالها والكامل ده على طول جوجل بيسهل كل شيء وفيديوهات بدنيا ففي كل حاجه تبقى عارفه ده انا استخدمت كذا صح الله ينور عليكي استخدمت كذا صح الله ينور عليكي او هي بتسال وهي من النوعيه اللي هي بتسال وبتحاول تستفيد فيعني حاجه جميله فيها فبتبقى حاجه يعني مش كدوره بقى لكن سؤال وسؤال بيودي لسؤال فبتبقى المعلومه مكتمله لكن المفروض بقى يبقى في ارشادات للمواطن العادي ديت احنا حتى لو حاجات مسجله سواء بقى على تلفزيون سواء على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. انتوا بتقدموا ايه في حاجات التوعيه بتقوم بها هيئه الاسعاف المصريه وفي حاجات احنا بنعمل بروتوكول للتعاون مع المدارس ومع مراكز الشباب المدارس بندي فيها دورات بالنسبه لساعات اوليه ازاي لو حاله نزيف قدامه ازاي يعمل ايه لو حاله كسر قدامه يتعامل ازاي ازاي يطلب الاسعاف صح ازاي يساعد المسعفين ازاي لو حاله محتاجه انعاش قلب رئوي زي ما حضرتك بتقولي بيجيبوا مانيكان ويتعلموا ايه هو الانعاش القلب الرئوي وايه فايدته اعمله ازاي ودايما الطفل الحاجه التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. طيب ايه اللي يبقى عندي اخر سؤال بقى ايه اللي يبقى عندي في البيت لازم في شنطه الاسعافات الاوليه اللي احنا كنا بنبقى حريصين قوي عليها زمان ويبقى فيها بعض المستلزمات الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده؟ صحيح. في المفروض يبقى عندي زي دريسنج اللي هو الشاش والقطن على اساس لو في اي حاله نزيف او في اي حاجه تبقى موجوده يبقى فيه الكحول المطهر موجود عندي يبقى فيه لو في رباط ضاغط على اساس لو فيه اي التواء او اي ملخ او اي حاجه يبقى موجود يبقى في موجود اللي هي بلاستر طبي او اللزقات على اساس لو في اي جرح في اي بيت بتلاقي الترمومتر بس يعني طبعا الترمومتر ده شيء اساس بس عشان الاطفال احنا يعني الترمومتر هو اللي موجود ديت حاجه موجوده كان زمان في صيدليه في البيت والصيدليه الخشب اللي موجوده وفيها الاجزخانه اللي موجوده ده كان شيء اساسي الوقت بالحاجات البسيطه اللي تبقى موجوده شنطه اسعافات اوليه موجوده في البيت في مرهم حروق على اساس لا قدر الله لو اي حاجه حصلت في المطبخ او كلام من ده تبقى حاجه سريعه تبقى سهل ما انتظرش ان انا لسه هشتري الحاجه
حاجه وبعدين ابدا الحق. تبقى موجوده في البيت حاجه بسيطه اقدر ان انا اضغط بها، اقدر ان انا ادهنها، اقدر ان انا اتعامل، حاجه مسكنه، مرهم مسكن او كلام من ده، اقدر يبقى موجود لو حد عنده حاجه محتاجه او كلام من ده، حاجات بسيطه وتبقى موجود. صيدليه فعاله في كل بيت، وده بالنادي بيه، وثقافه الاسعافات الاوليه ديت حاجه مهمه، واحنا بنلبي النداء لو اي مكان او اي مجموعه محتاجه دورات او ندوات او ورش عمل حوالين الاسعافات الاوليه، احنا بيسعدنا ان احنا بنلبيها وان احنا نعملها، سواء طلبه مدارس، طلبه جامعه، مراكز شباب، هيئات المجتمع المدني، احنا يسعدنا ان احنا نرفع من الثقافه الصحيه والثقافه الاسعافيه والتوعيه، عشان هي ديت حاجه مهمه أنا جدا. انا بشكرك، بشكر اسره الدكتور هاني مصطفى جماعه مدير مرفق الإسعاف ومحافظة الدقهلية، بشكرك، بشكر الدكتورة نجوى الشحات، شكرا ليكي، والولاد بشكركم، جودي وضحى وعمر بشكركم، بشكر أيضا مشاهدينا على متابعتهم لينا، وإلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الميعاد وحلقة جديدة وأسرة جديدة وبيت العيلة.